طب لو حبيت بقى اوصل سنجل فيز لود اوصله ازاي؟ قال لك الفكره كلها ان انا بدخل اللود على بريكر صغير في اللوح في اللوحه، والبريكر الصغير في اللوحه ده بيبقى متوصل بالمين بريكر بتاع اللوحه، وهكذا اوصل البانل دي للبانل دي عن طريق المين بريكر. اللوحه ديت هيروح لبريكر صغير في البانل دي، والبريكر الصغير في البانل دي يبدا يوصل بالايه، بالمين بريكر في اللوحه الرئيسيه. تمام. طيب تعال نشوف اول السنجل فيز لود. السنجل فيز لود ده بيبقى احتاج له اخرج منه لاين ونيوترال ويرث، فبحتاج له كابل 3 كور او ار 3 كور. شكله بيبقى عامل ازاي؟ ده بيبقى الكابل او الواير 3 كور. تمام. لاين نيوترال ويرث ايا كانت الوانه ايه يعني. طيب بوصله ازاي؟ ببدا اخد الايرث دوت ادخله على بارت الايرث، ونيوترال على بارت نيوترال، واللاين بدخلها على النيتشر سيركت بريكر. تمام. والنيتشر سيركت بريكر ده بيبقى لاضي مع البارات ديت اللي بتبقى رايحه اصلا او راكبه على المولدد كيس سيركت بريكر. يبقى انا كده قدرت اوصل اللود السيركت بريكر الصغير اللي هو في الحاله دي النيتشر، وربطت السيركت بريكر الصغير بالمين سيركت بريكر عن طريق البارات ديت. تمام. والمين سيركت بريكر دوت هيوصل البريكر اللي قبليه بقى عن طريق الكابل المين كيبل. تمام. طب تعالى نشوف الكلام دوت. عند هي اللوحة عند هي اللوحة أو تعالى بس نزود الحتة دي الأول. تمام. أنا هنا دي عبارة الحبة دولت عبارة عن حزمة كابلات سنج 3 كور. تمام. أو حزمة وايرات، الواير الواحد بيبقى خارج منه تلاتة لاين نيوترال وإيرث. طيب تعالى نكمل كده. لو بصينا هنلاقي النيوترال بتاعه بيبدأ يركب على البره ديت، والإيرث بتاعه بيبدأ يركب على البره ديت، واللاين بتاعه بيبدأ يخش على البريكر. فدي كده توصيلة السنجل فيز لود، ده كده بيخش ازاي على اللوحة. تمام. طب لو عايز ادخل الار سي سي بي في الموضوع، قال لك برضه نفس الفكرة، اللود بيبقى داخل على الار سي سي بي، والار سي بي اللي هو بيبقى موجود في اللوحة، الار سي سي بي بيتوصل على النيتشر سيركت بريكر او بريكر الصغير في اللوحة، والسيركت بريكر بيخش على المين سيركت بريكر. تمام. مين سيركت بريكر بتاع اللوحه بيربط على السيركت بريكر الصغير بتاع اللوحه اللي قبليه، سيركت بريكر نفس القصه بيربط مع المين سيركت بريكر. تمام. طيب انا نشوف مثلا لو عندي سنجل فيز لود برضو بتطلع له لاين ونيوترال ويرث، الايرث بيبقى داخل على البار عادي، واللاين ونيوترال ببدا ادخلهم من الاول على الار سي سي بي، فهو الار سي سي بي بيبقى تحت اهو، ببقى بدخل النيوترال واللاين بتوع الحمل، النيوترال الخارج بدخله على البار النيوترال، واللاين بدخله على المينيتشر سيركت بريكر اللي بيبدأ لاضم على البارود دي. تمام. فتعالى بس نشوف، تعالى بس نشوف هنا نفس القصة، بيبقى داخل لي هنا لاين نيوترال ويرس. الفرق ان انا ببدأ ادخل الارس هنا كده عادي. تمام. وانزل تحت هنا عندي المينيتشر، تعالى بس نشوف شكله بطريقة اوضح اهو، مثلا كده بيبقى داخل لي هنا لاين، داخل لي هنا نيوترال، باخد اللاين ده بدخله على البريكر فوق، والنيوترال ده بدخله على البارت النيوترال كده. لو انا حبيت ادخل ار سي سي بي في الموضوع